انا رجعت نكمل العمل كما شفتو معايا في الجزء الاول، لفت نبات العقيق، خدمت هذا السطر اللي على اليمين كما شفتو معايا، انا ساليتو، ودابا غنرجع في السطر اللي على اليسار. انا غندور نصدق، كندورو نفس الخدمة، غير تشوفوا معايا غير الدورة كيفاش كندير البرا هنايا، كنبدأ كنعمر في العقيق في البرا هكا، وكندوز كيما شفتو معايا في الجزء الأول غير في هاد السلاسل هادو، كنثبت الخيط غير في هاد السلاسل، صافي. كنعاود ندير البرا، ندير فيها، ندخل فيها العقيق، كما كتشوفو معايا في هاد السلاسل هادو، غير كنزكي البرا باش تسكى ليا باش ندخل العقيقة، هكا كتبقى ديك العقيقة كتشد داك الفراغ، صافي. كنرجع تاني دابا بلي خدمت هادي اللي في التقنيته، كندور كنرجع تاني في الهبطه، ودوك الشميشات كنخليهم حتى كنكملوا هاد السطر الاول والسطر الثاني، كنكملوهم عاد نرجعوا نديروا دوك الشميشات باش نجيبوهم في الوسط هنايا، اللي كنكملوا هاد الجوزه ديالنا كندخل البرا في هاد العقيقه الاخرى هادي اللي كنت درت في الاول، اللي كنت جايه على اليمين، وكندوز الخيط غير في هاد الخدمه ديال الكروشي كما سبق لي شفتو معايا، كنتسم غاديه وكندوز فيه حيت اللون في اللون ما كيحتاجش ندفنوه ولا ما يبانش، ولا هذا اللون في اللون
صافي. وكنجي لهاد الفراغ هذا كنبدا تاني ندوز السطر الاخر هكا كنبقاو غاديين حتى كنكملوا هاد السطر الثاني، وملي نكملوه نرجعوا كنديروا دوك الشميشات كل وحده بوحدها باش نجيبوها في البص كما شفتوا معايا. فين نكمل هاد السطر هذا ونرجع معاكم ان شاء الله. شوفوا كيفاش تنديروا دوك الشميشات. انا كملت هذا السطر هذا كما شفتوا معايا، كملت هذا السطر وشوفوا الجوزه كيفاش جات تراسيناها بالعقيق هذوك الشبيكات. وهنا غندير شميشات، شوفوا معايا كيفاش كدار الشبيكه هنايا. كنجي للوسط ديال الجوزه وكنخرج الخيط وكنحط الشميشه هنايا. خاطر صعيبه شويه باش كتركب في هاد فهاد الشبكه كتكون صعيبه شويه، نحاولوا معاها. ملي كنشوروا معها بشويه انا غاديين كنخيطوا بحال هكا وكن نشوفوا في سميتها واش في الوسط، ما غاديش تجينا بالضبط في الوسط ولكن نحاولوا معاها. غادي بحال هكا وكندورو ونديروا لها شي جوج دورات ديال الخيط، كنخيطوا فيها جوج دورات تقريبا هكا. نشوفوها راه تبتات لينا ديك الشميشه صافي، ونساليوها وندوزو الاخرى هكا. كنبقى كندورو حتى راه نشوف فيها راسكات في البلاصه ديالها. كتكون صعيبه شي شويه في هاد الشبكه هادي، صعيبه باش كانت نثبتوها. صافي هي كان تبتات لينا هاد الشميشه. دير هكا واحد بحال العقيده صافي، وكنخرج للجهه الاخرى. ها هي شتو الشميشه ديالنا. انا نخرج الخيط ونرجع معكم. كما كتشوفوا معايا هذا هو الوسط ديال الجوزه، كندير الخيط بحال هكا. نزيد واحد الشميشه معكم هكا، ندير الشميشه ديالنا هكا، نبدا كنثبت فيها، ندور عليها الخيط،
صافي الشميشه ديالنا تبتات كتشوفوا معايا. صافي نبقى غادي هكا حتى كنكمل هاد السطوق ديالنا، ندير فيه العقيق عفوا الشميشه، انا ساليتو بالعقيق، ندير فيه الشميشه كما كتشوفوا معايا. ها هما الشميشات ديالنا اللي خدمت معاكم. والكميمات نفس تنبات العقيق مع هاد الشميشات في الكميمات بحالهم، بحال السطوق، بحال في نفس التنبات اللي كان نبتنا في السطوق نبتو هنا في الكميمات. وان شاء الله نتلاقى معكم في التنبات ديال هذا ديال القب، كيفاش نبت العقيق هنايا شاركوا معكم حتى هو. إلى اللقاء.